بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أشكر أبو حمود وائتلاف المعارضة على إتاحة الفرصة لي للحديث. لا شيء يبرر امتهان كرامات الناس، لا شيء يبرر ضرب الناس. نعم تواجدت في المسيرة، نعم سرت مع المسيرة، نعم كنت أصور، نعم كنت ألتقط الرصاص المطاطي والقنابل الدخان الفارغة، نعم كنت أرسل كل شيء ألتقطه للجنة الرصد. باختصار كنت راجع من المسيرة، انتهت المسيرة، وكنت عائد أؤكد على هالنقطة لوحدي بروحي، ما كان حولي أحد، في ساحة ترابية خالية على بعد تقريبا كيلومتر من الجمعية والمخبر، المكان اللي كان فيه احتكاك ما بين الشباب وما بين القوات الخاصة. تفاجأت بالقوات الخاصة ظهرت من أربع جهات، عرفت أني محاصر فوقفت، ما في داعي لمحاولة الهرب. تفاجأت بسيل من الرصاص المطاطي، ضربت على قلبي ثلاث رصاصات مطاطية على زندي، إيدي، على كتفي، على أسفل ظهري، وعلى الأقل أربع خمس رصاصات حولي. فاضطريت إلى الهرب، مو هرب من الاعتقال، لكن هرب من الرصاص المطاطي اللي ما كان له داعي. أنا واقف ومسلم نفسي. الحقوني سيارتين جمسين، فيهم في كل جمس في أربع مقنعين. الحقوني حاصروني مرة ثانية، نزلوا من الجمسين شخصين يركضون، فاستسلمت للمرة الثانية، عرفت إني محاصر فما في داعي للهرب، ووقف الرصاص المطاطي. أول ما مسكني أحد المقنعين خنقني، فقلت له أنا مختنق، مختنق من الغاز، مختنق من الركض، وانت الحين قاعد تخنقني. قال لي اختنقت؟ قلت له ايه. فخنقني زياده، قلت له روحي بتطلع. قال الحين اطلع لك روحك. فقام وخنقني بالمطاعه، حطها تحت رقبتي وهو واقف وراي وسحبها. فيا زميله وانا بهالوضعيه نزلني كذي، خلاني يعني ادنك مثل ما يقولون، وبدا فجاه بلكمي، اعطاني ما اذكر العدد ولا اقدر اذكر العدد، اللكمات اللي جات على ما بين يعني بالأول لكمة على خشمي ثم راسي وجبهتي، عدد متوالي من اللكمات. فقال حق رفيجة بس يا عدل رفعني، وكمل يلكمني على صدري وبطني. لما طحت تعبت انهرت طحت، قاموا الشخصين يشوتوني يركلوني من جهتيني اليمين واليسار على وركي، ثم شالوني. قبل يشنوني وأثناء الضرب حصل شيء مضحك جدا، وهو يوجه لي اللكمات على وجهي كان يسألني سؤالين، يقول لي إحنا مو بشر؟ إحنا مو كويتيين مثلكم؟ وأنا داخل قلبي أقول إيه والله إحنا مو بشر، إحنا مو كويتيين مثلكم. ما نفهم من اللي يسأل السؤال، وليش يسأل السؤال، وليش عنده شعور إنه مو بشر. بالسيارة حطوني بوضعية مهينة، حطوا راسي عند أقدامهم وقدمي عند قدم الشخص الثاني، وكانوا بين الفترة وفترة ثانية كذي بدون سبب يعطيني كف أو لكمة أو طقة أو أي إهانة. السب، أبشع أنواع السب اللي ما تطلع إلا من بيئة مريضة، كانت توجه باستمرار لي وهذا مفهوم، وباستمرار لمسلم البراك وهذا غير مفهوم، كونه مو موجود ولا صاحب علاقة. وسألني سؤال يعني مثير للاهتمام، قال لي مسلم هو اللي وكلك انت وعيالك؟ مسلم هو ولي نعمتك؟ ما جاوبته، بس الحين اقدر اجاوبه. لا مسلم ولا غير مسلم ولا اي بشر ولي نعمتي. ولي نعمتي الله رب العالمين. احنا عايشين وناكل من خير الكويت ونفط الكويت اللي قاعدين ناخذ عشر نصيبنا منه، و90% منا قاعد ينباك، فمالي ولي نعمة بالكويت ولا حد من علي من اللي يصرف علي. فتشوني وأنا بالسيارة، حط إيده بجيبتي، فلقاني ماخذ ست رصاصات مطاطية
ونوعين مختلفين من القنابل مطلوبين كانوا من لجنة الروست على أساس نشوف إذا هم قاعد يستخدمون غازات ممنوعة ولا لا. فمن أرقامها نقدر نبحث ونعد. فشافها قال لي أنت قاعد توثق تتلاقيه باعتبار أن الراصدين والموثقين والعاملين في مجال حقوق الإنسان لهم احترامهم. فزاد الضبط. فاضطريت أن أقول لا والله ما أخذهم ذكرى حق عيالي يلعبون فيهم بدون سبب. أعطاني خوذته قال لي امسكها. مسكتها وأنا إيدي يعني مربطة ماني قادر مصفدة. فقال لي امسك الخوذة وهم ينزلوا الرصيف يصعدوا الرصيف. قال لي إن طاحت الخوذة من إيدك راح أكسر أصابعك وهذه كلمة وعد مني لك. وصلونا للمخفر سلمونا للمخفر والمخفر سلمونا للمباحث الجنائية وعادت المعاملة الإنسانية وإن كان بتفاوت على حسب رئيس الشفت. أحياناً كنا نوضع في زنزانة بروحنا 13 معتقل كلنا معتقلين من على آثار المسيرة ويكون وضعنا مريح، وأحياناً يرتفع العدد إلى 33 معتقل معظم الموجودين من تجار المخدرات والمتعاطين المخدرات والناس اللي باقي عليهم آثار التعاطي وما عندهم قدرة حتى على التعاطي والأخذ والرد معانا. كان أحد المساجين معانا يصحى أول ما يفتح يضرب الشخص اللي جنبه أيا كان ويرد يطيح مرة ثانية. في الختام أرد أكد لا شيء يبرر انتهاك الإنسانية، لا شيء يبرر ضرب الناس وامتهان كرامتهم. وأحب أشكر كل من ساندني وساند أسرتي وأهلي وصدقوني مساندة والدعم هو اللي هون على أهلي كل شيء. أكيد إحنا يعني أنا لليوم تونا طالعين للحين ما طلعنا بس وصلنا إنه يعني الدعم كان من القريب قبل البعيد ومن الناس اللي ما نعرفهم قبل الناس اللي نعرفهم. الله يسلمك. نشكر الجميع ونختم بمقولة الدكتور فيصل المسلم لن نخضع والله خير حافظا. نشكر الأخ سليمان الجاسم على هذا التوضيح المهم الذي نحتاجه في هذه الأيام. الكلمة الآن للأخ جاسم الناصر.